هذه الشيلة إهداء من خالة العريس نورة لابن أختها حمد في مناسبة زواجه. يا مرحبا عد الكتاب عد الأقلام ترحب في حل الطويل لنا الأشبار ترحب ما ينعد بحروف ورقام وإعداد ما شيهان وسط السماطار وإعداد ما شيهان وسط السماطار. يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويلين الأشبار ترحيب ما ينعد بحروف ورقام وإعداد ما شيهان وسط السماطار. أقولها بالحان وأصوات وأنغام وأكرر الترحيب بأشكال وأفكار تقولهم اللي دخيله ما ينظار حمد سليل المجلان الأحرار. يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويلين الأشبار وحمود وهادي فعلهم يشفي الأسكار عيالها بالمرجلة من العرب صار وعلا مثل العلم لحب فيكم تغيب وبناتها يلي عفيفات وحشان أكنها اللقاط فاتهم من أزهار. يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويلين الأشبار ما قربوا درب الخطايا ولا وعسى الحمد فحاول تحديد الأحلام والرزق والتوفيق وعيال نبريه ولا يصيب ضيق ووجع والام وتحيطه عيون الولي مثل الأسوار. يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويلين الأشبار. يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب ما ينعد بحروف ورقام وإعداد ما شيهاني وسط السماطار. أقولها بالحان وأصوات وأنغام وأكرر الترحيب بأشكال وأفكار تقولهم اللي دخيله ما ينظار حمد سليل المجنان أخت الأحرار. يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام نرحب في حل الطويلين الأشبار ما قربوا درب الخطايا ولا تام ممشاهم دروب أمهم نسل الأطهار وعسى الحمد فحاول تحقيق الأحلام والرزق والتوفيق وعيال نبريه ولا يصيب ضيق وأوجاع ولا يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويلين الأشبار الآن وحصريا استديوهات أهم